ودي مسألة بالغة الأهمية لإعداد القواعد المصرية وأيضا لتنمية قدراتها بشكل مستمر. فالتعلم يجب أن يكون تقليل مدى الحاجة لأسباب كتيرة جدا. أولا لأن حجم الخبرات لا تنتهي، ثم حجم الأمور الجديدة خاصة مع تسارع العصر تتغير كل يوم. فهنا أهمية الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة إن هي بتدرب فئات متنوعة وأعمار مختلفة ولأغراض مختلفة، خاصة إن رأس المال البشري هو مسألة بالغة الأهمية. أنت كدولة عندك كتير جدا من الموارد، يبقى عندك موارد طبيعية زي البترول، زي المعادن، زي المياه، عندك موارد مادية، عندك رأس مال اللي هو الفلوس الاحتياطي الاستراتيجي، لكن أنا شايف إن أهم رأس مال هو الرأس مال البشري. لأن أنت لو عندك كل حاجة وما عندكش رأس مال بشري، يعني ما عندكش كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، مش هتحقق أي تقدم. واحنا شفنا